الشرويطه او الخرقه الجنسيه راح تربط الزوج على جميع النساء وما يهدى الهبال حتى يعني يمارس معاك الجنس في الفراش وما يشبع منك وما يقنع حبيبي، وراح يكره جميع بنات حواء غيرك انتي، خطيرة في التهييج والجلب والطهي العمياء، شرويطة خطيرة 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 ومن المجردات، كوني امرأة جادة وجربيها وردي عليا الخبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات الغاليات، أتمنى يا ربي تكونوا في أتم الصحة والعافية. أول حاجة في الكثير من متابعاتي بيقولوا لي نحن ما بنفهم عليك وهذا وهذا، وأنا والله العلي العظيم أني بحاول والله وربي شاهد على كلامي أني أحاول أتكلم يعني لهجة مفهومة قدر الإمكان عشان الإفادة تعم جميع الوطن العربي والكل يفهم، بس انتو انا كيف ما كنعمل مجهود يعني كيف انا بعمل مجهود اتمنى منكم انتو كمان تعملوا مجهود عشان تفهموني. وراح خلي لكم قناة في صندوق الوصف يعني راح يحط لكم فيديوهات روحانية يعني باللغة العربية، روحوا اشتركوا فيها واي واحدة اشتركت فيها ربي يرزقها الجنة ان شاء الله. وقبل ما نبدا اي فيديو يا ربي تيسر اموركم وتبعد عنكم شر الخلق يا ارحم الراحمين. وراح اجيب عن تساؤل سيده قالت لي انا بعاني من الجن العاشق، يعني لو تعاني من الجن العاشق في بداياتك حاولي دائما انك قبل ما تنامي تاخذي المسك الاسود، قبل لا تنامي تاخذي المسك الاسود تخلي يعني تمسحي به كل المناطق تبع الجسم ديالك بين الفخذين فوق العانة تحت الإبطين، يعني هذه الأمور التي يشتهيها الرجل كذلك يشتهيها الجن العاشق، اذهبي بها كل هذه المناطق والله العلي العظيم سيبتعد عنك الجن العاشق أبدا. تبعي هذا الطريق لمدة 3 أشهر وردي عليا. اليوم حبيبي جايبة لكم شرويطة خطيرة، ولكن قبل ما نبدأ عاوتاني نشعلوا هاد الشمعة، نشعلوا هاد الشمعة ها هي. حاولوا دائما حبايبي عندما تريدون عمل اي عمل حاولوا تشعلوا شمعة. اليوم يعني شرويطة مقلية شرويطة او خرقة، كثير منكم يسألوني اختي وردية شنو هي الشرويطة او الخرقة. الشرويطة او الخرقة اثناء العلاقة الحميمية بينك وبين زوجك، يعني سبحان الله هاد الشمعة، يعني أثناء العلاقة الجنسية أو أثناء العلاقة الحميمية بينك وبين زوجك، يعني المنديل الذي يمسح به بعد الجماع يعني بعد العلاقة الحميمية الذي يمسح به يعني السائل المنوي وهذه الأمور. فنحتاج أحبابي يعني نبعد هذه الشمعة قليلا، نحتاج أحبابي مقلاة، نحتاج الشرويطة أو الخرقة، يعني الشرويطة الجنسية في هذه هي ضروري لازم تتوفر عند أي مرأة. كذلك لو ما كنتيش متزوجة في ناس تعمل علاقة الله يهديهم قبل الزواج وأول ما يعني تصل العلاقة الجنسية بيبتعد عندك الشخص، فلو عندك الشرويطة راح تجلبي الشرويطة أو الخرقة. عندنا زيت نباتي، زيت نباتي، عندنا قليل من الحناء، عندنا هذا المكون ضروري الحرمل، الأول نقرب لكم الحرمل، وعندنا الفلفل الحار ولا السودانية، هذا الفلفل الحار مطحون أو الفلفل الأسود اللي متوفر عندك، المهم كاملهم يعني راه حارين، هذا راه حار جدا. ونحتاجه القليل من العسل، القليل من العسل فقط. فأول حاجة هاد العمل أحبابي، هاد العمل وضروري يعني يقوم أنت على الطهارة، وأهم شيء هو النية، النية من بين أسرار نجاح الوصفات الروحانية هي النية، تعملين الوصفة على أساس أنها ستنجح مش فقط للتجربة. ولو انت عندك يعني لو انت عندك عارض او الشخص اللي بتخدمي ليه هذا العمل عنده عارض ولا هو عمل تحصين، فهذا الامر كيخلي الاعمال الروحانيه تكون يعني نوعا ما يعني مفعولها قليل جدا. وبالاضافه الى حاجه اخرى نقولها لكم، ناخذ الشرويطه بهذه الطريقه. لا حبيبي، اول حاجه ناخذ المقلاه، نقرب لكم باش توضح للرؤية. يا رب تيسر أمور متابعاتي بسم الله.
ناخذ الزيت بهذه الطريقه. الوصفة تعمل حبايبي مع غروب الشمس، تكوني على طهارة. هذه الكمية احبابي المقلات لازم تكون صغيرة، انا هذه اللي كبيرة جدا. طريقة زيت نباتية، ناخدو الشرويطة، الشرويطة ناخدو حبابي قليل يعني تكون على طهارة، تخدميها في أي يوم الحرمل. ناخدو كذلك هذا يعني السودانية الفلفل يعني الحار اللي متوفر عندك حبيبتي، يعني ما عندك مشكل، حتى الا عندك شويه السكر ضيفيه. وهذا مكون كذلك نسيت ما خبرتكم، هو القليل من الحناء سواء يعني اوراق او مطحونه اللي متوفر عندك حبيبتي، القليل فقط باش هذاك الزوج او الحبيب يحن عليك. يعني خطيره خطيره خطيره، ما احتاج اشكرها، هي يعني شاكر نفسها لنفسها. نضيف القليل من الحناء، القليل فقط، الحناء قليل، كميه صغيره من الحناء بهذه الطريقة أحبابي. نضيف العسل، بسم الله. العسل مش ضروري يكون يعني عسل طبيعي ولا أي حاجة متوفرة عندك حبيبتي، بهذه الطريقة. وانت تعمل الوصفة وانت تحضري روحانياتك، تتخيلي ذاك الشخص اللي بدك تجلبيه معك في الفراش ويطيح كلامك، لأنه أهم حاجة هو أن الإنسان لما يعمل هذه الأمور الروحانية لازم تكون عنده مخيلة يتخيل، فهمتوني، ويحضر جميع روحانياته. بعدين أحبابي نحطوها فوق النار، نحطوها فوق النار يعني تقلى، لأنه الزيت يعني أنا حطيت كمية جيدة من الزيت، ولكن بما أن المقلاة يعني كبيرة ما بينت معي، يعني لازم تكون كمية مقبولة من الزيت، لأنه أنا لو كنت عندي مقلاة صغيرة راح تبين كثيرة الكمية. ونخلوها تتحرق، نخلو هاد الشويطة الحرقة الجنسية تنحرق أو تتقلى، تتقلى جيدا. وهي تتقلى نحن نقول هذه العزيمة، أرجو منكم حبيبي ورقة وقلم وسجلوا الكلام اللي بقول. أنا راح أحاول هذه المرة أقوله بطريقة مفهومة أكثر، يعني وهي الشرويطة تنحرق فوق النار أو تتقلى نقول هذا الكلام: قليت قلبك فلان ولد فلانة، يعني فلان ابن فلانة. دائما لو ما عرفتيش اسم الشخص أمه تقولي ابن حواء، دائما عملوا هذه قاعدة: قليت قلبك فلان ولد فلانة عليا أنا فلانة بنت فلانة، باش ما يهنا لك بال وما يجيك نعاس وتحرق عليا كيف ما حرقت لك ذكارك، بردت شهوتك على بنات الكون باش تجيني غير أنا الفراش مكود. صافي، يعني سأعيد: قليت يعني قليت قلبك يا فلان ابن فلان علي أنا فلانة بنت فلانة باش ما يهنالك بال، بمعنى ما يهدالك بال وما يجيك نعاس وما يأتيك نوم وتحرق عليا كيف ما حرقت ليك، يعني كيف ما حرقت ليك أذكارك، أذكارك بردت شهوتك على بنات الكون باش تجيني غير أنا الفراش مكود. نعود القراءة آخر مرة: قليت قلبك فلان ولد فلانة عليا أنا فلانة بنت فلانة باش ما يهنالك بال وما يجيك نعاس وتحرق عليا كيف ما حرقت لك ذكارك، باش شهوتك بردت شهوتك على بنات الكون باش تجيني غير أنا الفراش مقود مقود. يعني الأمر باين واضح حبيبي، حاولت أقرأكم القراءة تكون مفهومة نوعا ما، يعني لو تسنى لي الوقت راح اكتبها لكم لانه والله العظيم ما الاقي الوقت. بعدين حبيبي بغيت تحرق لك هاد الشرويطه كامل، ناخذ البقايا اللي بقاو لينا ونجمعوهم ونخبيهم شي بلاصه مظلمه او ندفنوهم اللي بغيتي واللي حبيتي. وشرط من الشروط، داكشي علاش دائما كنقول لكم عافاكم حبايبي، حاولوا تبقوا الفيديو من الاول حتى الاخر لانه في امور بنساها اكيد طبعا. حاول حبيبي الشرويطة يعني تكون مسبعة، بمعنى أن تكون الشرويطة مدتها 7 أيام، بمعنى مثلا اليوم قمت بعلاقة جنسية وعندي شرويطة
الشويطة يكون عمرها 7 أيام، مش تكون قديمة كتير. من الأفضل حتى لو قديمة راح تنجح معاك، ولكن من الأفضل دائما حبيبي، يعني على الأقل تفوت 7 أيام فما فوق. مش انتي عملتي العلاقة اليوم وعندك شويطة وتعمليها اليوم، تخلي الشويطة تخزنيها عندك لمدة 7 أيام. خطيرة 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 جدا، وكيف ما قلت لكم نعملوا النية وجربوها، راه من المجربات.